12 خطأ في النظافة الشخصية يمارسه الناس كل يوم. يحب معظم الناس الاعتناء بأنفسهم وممارسة عادات النظافة الشخصية الجيدة، ولكن هناك بعض الأخطاء الخطيرة التي نرتكبها يوميا والتي تمنعنا من أن نكون أصحاء فعلا. ما هي وماذا ينبغي أن نفعل بدلا منها؟ لنكتشف ذلك معا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتشغيل الإشعارات حتى لا تفوتك أي من فيديوهاتنا الجديدة. 12. قضم الأظافر للتعامل مع التوتر. قضم الأظافر هو أحد أكثر العادات السيئة شيوعاً، وتظهر الأبحاث أن معظم الأشخاص يتوقفون عن قضم أظافرهم في سن 30 وربما بعد ذلك. لكن لماذا نفعل ذلك بالضبط؟ حسناً، في بعض الأحيان يمكن أن يحدث قضم الأظافر بسبب التوتر العاطفي أو العقلي، حيث يستخدم كطريقة للتعامل مع هذه المشاعر. كما يمكن أن يصبح من الطبيعي لك أن تقضم أظافرك دون أن تلاحظ قيامك به حتى. إذا كنت تقوم بقضم أظافرك فقد ترغب في الإنصات إلى التالي: قضم الأظافر ليس جيداً لمظهرك، بالإضافة إلى ذلك أصابعك وأظافرك مليئة بالبكتيريا التي تشق طريقها إلى جسمك من خلال فمك عندما تقضم أظافرك. لذلك كلما تخلصت من هذه العادة في وقت أبكر كلما كان ذلك أفضل. 11. تنظيف الأذنين بأعواد الأذن. أليست أعواد الأذن مصنوعة لتنظيف الأذن؟ أعني أن شكلها مثالي للقيام بذلك، أليس كذلك؟ حسناً، حتى لو كان الأمر كذلك فإن الأطباء منذ فترة طويلة ينصحون بعدم استخدام أعواد الأذن، وذلك لأن عود الأذن يمكن أن ينتهي به الأمر بدفع الشمع الزائد إلى داخل أذنك، مما يضر أكثر مما ينفع، كما يمكن له أن يضر طبلة الأذن ويسبب فقدان السمع وغيرها من المشاكل المتعلقة بالأذن. جرب استخدام زيت الزيتون بدلا من ذلك. وفقا لمؤسسة الأبحاث السمعية الأمريكية، فإن وضع قطرتين أو ثلاث قطرات من زيت الزيتون في أذنك سيعمل على تخفيف شمع الأذن ومساعدته على الخروج من الأذن. هذه الطريقة اللطيفة للتنظيف هي الطريقة الأفضل والأكثر أمانا لك ولصحتك. 10. عدم غسل اليدين بعد استخدام الحمام. قد تعتقد أن هذه النقطة لا ينبغي أن تكون في هذه القائمة، لأن الجميع يعرف أهمية غسل اليدين بعد استخدام الحمام، ومع ذلك فقد وجد استطلاع بسيط أن 62% من الرجال و 40% من النساء لا يقومون بذلك. يبدو أن معظمنا يقول أنه يغسل يديه عندما لا يقوم بذلك حقا. بعيدا عن المزاح هنا، تنظيف اليدين بعد استخدام الحمام هو أفضل وأسهل طريقة لحماية نفسك من الأمراض، بالإضافة إلى ذلك تظهر الأبحاث أنه بعد استخدام دورة المياه يحمل الشخص في المتوسط حوالي 200 مليون خلية بكتيريا في كل بوصة مربعة على يديه. لذلك إذا لم تغسل يديك فإنها ستبقى هناك وتصل إلى جسمك. 9. عدم استبدال فرشاة الأسنان بشكل منتظم. قد تظن أنك تمارس عادات نظافة الأسنان الصحية عن طريق تنظيف أسنانك كل يوم، ولكن إذا كنت تفعل ذلك باستخدام فرشاة أسنان قديمة فإنك لا تقوم بتنظيف أسنانك حتى، حيث تجمع شعيرات فرشاة الأسنان أطنانا من البكتيريا مع مرور الوقت عادة في غضون شهر واحد فقط. لذلك ينصح أطباء الأسنان بتغيير فرشاة الأسنان كل شهرين إلى 3 أشهر. استخدام نفس الفرشاة لمدة أطول من ذلك يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية الخطيرة بما في ذلك أمراض القلب. لذلك لا تنظف أسنانك باستخدام فرشاة أسنان مليئة بالبكتيريا وقم بتغييرها كثيرا. بهذه الطريقة ستحصل على ابتسامة وجسم سعيدين وصحيين. 8. تفريش الأسنان بطريقة غير صحيحة. هذا صحيح، نحن نرتكب الكثير من الأخطاء عندما يتعلق الأمر بصحة الفم. حتى لو قمت بتنظيف أسنانك مرتين في اليوم على النحو الموصى به، إذا كنت لا تفعله بالطريقة الصحيحة فإن ذلك لا يقوم بتنظيف جميع البكتيريا وبقايا الطعام. ومرة أخرى، يمكن أن يؤدي عدم نظافة الأسنان إلى الإصابة بالتهابات ومشاكل في القلب حتى. ينصح أطباء الأسنان بتنظيف أسنانك بحركات دائرية صغيرة لمدة دقيقتين على التوالي. تأكد من وصول الفرشاة إلى الأسطح الداخلية والخارجية لأسنانك، ولا تنسى تفريش لسانك فهو مليء بالبكتيريا. إذا اتبعت جميع هذه القواعد ستكون أسنانك بيضاء كاللؤلؤ. 7.
عدم استخدام خيط الأسنان. مرة أخرى عن نظافة الأسنان، اتضح أن تنظيف الأسنان بالفرشاة ليس كافياً. ينبغي أن يكون الخيط جزءاً من الروتين اليومي للعناية بالفم. يتعلق الأمر بالحفاظ على لثتك في حالة جيدة، الأمر الذي يكاد يكون مستحيلاً دون استخدام الخيط. لا يمكن لفرشاة الأسنان الوصول إلى كل زاوية وركن، وهنا تأتي مهمة الخيط، حيث يقوم بإزالة البكتيريا التي يصعب الوصول إليها. حاول أن تستخدم خيط الأسنان بعد كل وجبة أو على الأقل قبل تفريش أسنانك، سيساعدك هذا بكل تأكيد في الحصول على ابتسامة هوليوود رائعة. 6. تقشير الوجه كل يوم. التقشير قابل للإدمان حقاً، أليس كذلك؟ أعني من منا لا يحب ذلك الشعور الناعم للبشرة بعد تقشيرها، لكن معرفة الحدود ليس أمراً مستحسناً فحسب، بل لا بد منه. يمكن للتقشير المبالغ فيه أن يعيث فساداً في بشرتك المسكينة، حيث يسبب ظهور المزيد من حب الشباب والتجاعيد، وكلاهما غير مرغوب به. ينصح أطباء الجلدية بالتقشير مرتين فقط في الأسبوع ولا أكثر من ذلك، من شأن ذلك أن يكون كافياً لبقاء بشرتك ناعمة ومنتعشة. 5. عدم تطهير الأغراض التي تستخدمها كل يوم. يهتم الكثير من الناس بالاعتناء بأنفسهم، ولكنهم ينسون تماماً الأغراض التي يستخدمونها كل يوم. ونحن لا نتحدث هنا عن الأغراض الواضحة مثل الهاتف أو الحاسوب المحمول. ماذا عن مقابض الأبواب؟ جهاز التحكم عن بعد للتلفاز، لوحات المفاتيح، ومفاتيح الإضاءة. وهذه ليست القائمة الكاملة حتى، تقوم بلمس هذه الأغراض عدة مرات في اليوم، وإذا لم تقم بتطهيرها فإن أطنانا من البكتيريا تستمر في النمو عليها، وبطبيعة الحال تشق هذه البكتيريا طريقها إلى جسمك وتصيبك بالمرض. لذلك انتبه إلى كل الأسطح التي تلمسها بيدك كل يوم، وتذكر أن تمسحها بالمناديل المضادة للبكتيريا من وقت لآخر، لأن المنزل النظيف هو منزل صحي. 4. استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد. هذا صحيح، عدنا إلى النقاش حول الأسنان مرة أخرى، ولكن هذه النقطة مثيرة للدهشة، لأن معظم معاجين الأسنان تحتوي على الفلورايد. تقترح الدراسات الحديثة التي قامت بها جمعية طب الأسنان الأمريكية أن الفلورايد هو في الواقع خطير جداً على صحتك، وتظهر الأبحاث أنه مضر بصحة أسنان الأطفال على وجه الخصوص، لأنه قد يؤدي إلى نمو الأسنان بشكل غير صحيح وإلى ظهور بقع بيضاء على أسنانهم. يمكن أن يتسبب معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد في تفتت الأسنان، كما أنه يزيد من امتصاص الألمنيوم في الدماغ، والذي يساهم في مرض ألزهايمر. لا شيء من هذه الأمور يبدو جيداً، لذلك اختر معجون أسنان يلبي احتياجاتك الخاصة لكنه خال من الفلورايد. 3. استخدام غطاء وسادة قطني. إليك حقيقة صادمة، تؤثر خامة غطاء الوسادة على ظهرك. نحن لا نمزح هنا، إذا كنت تنام على غطاء وسادة قطني فقد ينتهي بك الأمر، تبدو أكبر كثيرا من عمرك، والسبب هو أن هذه المادة تجفف البشرة مما يؤدي إلى التجاعيد المبكرة، ناهيك عن ضرره للشعر أيضا. من الأفضل استخدام غطاء وسادة حريري، سيعيد لك الحرير بسرعة ما أخذه القطن. بشرة وشعر منتعشين وصحيين. 2. التنظيف بالمكنسة الكهربائية كثيرا. كما تعلمنا من تقشير الوجه، فإن الكثير من الشيء الجيد يمكن أن يكون سيئا، وهذا ينطبق أيضا على التنظيف بالمكنسة الكهربائية. حتى لو كنت تقوم بالتنظيف بالمكنسة الكهربائية كل يوم، فإن ذلك لا يقتل البكتيريا المختبئة في سجادتك، وإذا لم تقم بالتنظيف بالمكنسة الكهربائية بشكل منتظم، يمكن أن يتضرر السجاد والأرضية بسبب جزيئات الغبار والأتربة. أفضل طريقة للقضاء على معظم البكتيريا هو تنظيف السجاد بالبخار، ولا تنسى أنه إذا استخدمت المكنسة الكهربائية مرة واحدة في الأسبوع أو أقل، فإنه ينبغي عليك تغيير الفلتر كل 3 إلى 4 أشهر. 1. المبالغة في قص أظافر القدمين. إذا كنت لا تستطيع معرفة السبب وراء تكرر ظهور أظافر قدم مؤلمة غارزة في اللحم، فقد تكون تبالغ في قص أظافرك. عندما يتم قص أظافر القدم لتصبح قصيرة جدا، فإن الضغط من المشي يفرض على الظفر أن ينمو في جلد إصبع القدم، ولا يقتصر الأمر على قص الأظافر لتكون قصيرة جدا،
بل ينبغي أن تقلق أيضاً من تركها مستديرة أو مسننة. إذا كان جزء من الظفر يبرز من زاوية غير مريحة، يمكن أن ينمو إلى الجلد المحيط، وإذا قمت بعمل هذه الأخطاء، استخدم مطهراً لمنع المزيد من الالتهابات. كما ترى، جميع هذه النصائح سهلة التنفيذ. النقطة الأساسية هي أن تكون أكثر انتباهاً واستباقية عندما يتعلق الأمر بالعناية بنفسك. ولكن ربما يكون لديك بعض أسرار النظافة الشخصية الخاصة بك.